كلميني أول ما توصلي. مالك؟ معرفش مريم دي قلب مقبوط. من إيه؟ حصل حاجة مع مريم؟ لا بالعكس، دي أول مرة أحس إنها بتحبني، معرفش مالي. يا روحي كل حاجة تبقى كويسة. don't worry at all. باي باي. باي باي يا روحي، باي باي يا روحي. يا روح بابا نادين، باي 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 باي. تروحي وترجعي بالسلامة. يا ريت، عشان أنا زهقت من المستشفيات والحقن والأدوية. عايز أرجع زي زمان وأروح المدرسة. هنروح المدرسة وهنعمل كل حاجة حلوة إن شاء الله. يلا. تاخدي بالك من مامي. اطلع يا حبيبتي. هتوحشيني. وانت كمان. تكلميني اول ما توصلي، تصحيني ان شاء الله الفجر. خد بالك من نفسك. انت تاخدي بالك من نفسك. أكيد ما تقلقيش. بس يا حبيبي أحبك. وحشني. كله تمام؟ محتاجة حاجة؟ عايزاني؟ خير؟ سر؟ مش عايزة حد يعرف؟ طب اتفضلي. اتفضلي. احكي لي يا ست السر. اوعدك بايه؟ مش عايز زمالك تعرف؟ ليه؟ تفضل. أنا هقف جنبك أكيد، بس احكي لي الحكاية. متجوزة؟ اوه ايوه يا الو؟ انا خالد الليثي. حضرتك مين؟ مع حضرتك أميرة ناصف، إكزيكتيف مستر نديم فخري. أهلا بيك. هو الباشمهندس كان عاوز يقابل حضرتك النهارده ضروري. النهارده؟ طيب، واضح يعني إنه عارف إن أنا مسافر فعايز يقابلني على وجه السرعة. بس أنت عارفة الواحد الفترة دي مشغول جدا وعندي سفريات كتير. طيب أنا هبقى عندك كمان ساعتين. تمام، أوكي. سلام. هلحق اروح اغير واروح لهم. اهو الواحد يطلع بقى مصلحه من العيله دي.
ليه مالك ما قالتليش حاجة زي دي؟ ليه تخاف انتي؟ ما عملتيش حاجة غلط، انتي متجوزة. طيب مش هقولها. أساعدك طبعا، مش انت سمعتيني بكلم أميرة تكلمه عشان يجي للمكتب؟ طيب اوكي هطلعك منه. كل المعلومات اللي طلبتها عنه جت لي. طمني بقى. اوكي؟ مستر نديم خالد بيه. ميرسي يا أميرة. قعد يا خلودة. ازيك يا نديم بيه؟ ازيك؟ واحدة اهو من دول. أنا مبسوط يعني بصراحة إن أنا قابلت حضرتك يعني قبل ما أسافر، أنت عارف الواحد بقى عنده مشاغل كتير جدا الفترة دي. أنت مسافر عند عمتك في الزقازيق ولا إيه؟ عمتي؟ عمتي مين؟ عمتك عيشة. أخت عمك حسن الليثي محتكر المقاولات في الشرقية. أخت أبوك عبد اللطيف الليثي بتاع السيراميك. آه واضح إنهم لابسيني من أول يوم. يا فندم؟ لا مفيش حاجة. أنت ابن عبد اللطيف ولا لا؟ أو حضرتك تعرفه؟ أعرفه طبعًا وأعرف مراته كمان. أوعى تكون ابن عفاف. لا عفاف لا. لا عفاف دي تبقى مرات أبويا، يعني أمي توفت وأنا صغير وبعدين هو اتجوز عفاف على طول. الله يرحمها، كانت ست عظيمة، لو كانت عايشة كانت حاجات كتير في حياتك اتغيرت. طبعًا. طيب انا صديق عارف مواعيد ضيقه، فالواحد لازم يلحق يعني يمشي. وبعدين اقعد احنا لسه ما كملناش. لسه ما كملناش، بس هنقول ايه يعني؟ احنا هنقول ايه لو يعني واضح حضرتك عارف كل حاجه؟ حضرتك بتقول لي عمتي وعفاف والشرقيه والسيراميك، فيعني واضح حضرتك عارف كل حاجه. هو انت دمك خفيف، واكيد ده اللي حبب مريم فيك. مريم، الورقه اللي قدامك دي فيها عنوان المأذون، هتروح له وهو مرتب كل حاجه، فاضل امضتك بس. امضتي؟ هتطلق مريم. طب حس ان الموضوع كده بقى، حضرتك بيزنس مان وعارف ان الحاجات دي ما تتمش الا بتمن. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه، عشان انا لو سمعت اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى لازم ارد، وانا لما ارد برد من غير كلام. طبعا اذنك. على فكره انت عندك حق، كل حاجه بتمن طلاقها قصاد حياتك، واعتقد ان ده تمن غالي. أستاذة أميرة، أنا بكلمك الفترة الجاية كتير، يعني في مصلحة كده عايزك فيها، ها؟ تعملي فيها فلوس، فلوس، يلا، أكلمك بعدين.